عيشها بصحة، فعالية صحية توعوية للحد من مخاطر السمنة، انطلقت بفكر شبابي مكي لنقل الصورة الصحية الصحيحة بأسلوب عصري وفق مبادئ علمية وتجارب شخصية أثرت ثقافة المجتمع المكي. فعالية تهتم بأسلوب الحياة الصحي، لدينا معرض مصاحب. في المعرض يضم أكبر المبادرات الحية والتجارب الحية التي تدعم أسلوب الحياة الصحي. لدينا رسامين لتشجيع الناس بكلمات جميلة، بكلمات لطيفة لتحفيزهم لبدء أسلوب الحياة الصحي. وأيضا مسرح الفعالية، ولدينا محاضرات كثيرة جدا تهتم بموضوع أسلوب الحياة الصحي وكيفية وضع الناس على الطريق لبداية أسلوب الحياة الصحي. إن شاء الله لها يعني برامج إضافية ملحقة بالفعالية هذه، يستفيد منها جميع أبناء مكة، جميع أهالي مكة، وتتعمم إن شاء الله التجربة هذه على أنحاء المملكة العربية السعودية بإذن الله، ليستفيد منها المواطن السعودي ومن يقيم على أراضي المملكة العربية السعودية. المعرض المصاحب ومسرح المتحدثين اللذين شارك فيهما نخبة من المختصين والفرق التطوعية وأصحاب الهمم العالية، من أجل تسليط الضوء على أهم المواضيع المتعلقة بالصحة والرشاقة والحد من مخاطر السمنة ومضاعفاتها. طبعا الفن هو رسالة، فإحنا حبينا نشارك بالفن اللي هو رسالة عن نتكلم عن السمنة بطرق مختلفة، عن الأجسام كيف بتكون، كيف الفنان هو بيشوف السمنة، الرعاية الصحية، عشان يوصلها للمجتمع ككافة المجتمع بطريقة سهلة وبطريقة رائعة، إن هم يقدروا يستوعبوها أكثر. وإن شاء الله تكون رسالتنا وصلت للمجتمع، وإن شاء الله نكون إحنا خير مثال للوطن في توعيته. نحن شركة بريق قدمنا خدمة طباعة ثلاثية الأبعاد. طبعة ثلاثية الأبعاد مفيدة في الجانب الصحي كجانب تعليمي، حيث أننا نطبع في طبعة ثلاثية الأبعاد نماذج بشرية لأعضاء صناعية، مثلا الإصبع أو الأسنان أو الأذن أو ما إلى ذلك. تعديل نمط الحياة الصحية ومحاربة العادات الغذائية الخاطئة كانت الهدف الأسمى الذي ساهم في إنجاح فعالية سمبتيك، التي دعمت نشر الثقافة الصحية وأكدت أننا بحاجة لترسيخ ثقافة المشي والحركة من أجل صحة أفضل. الثقافة والتوعية الصحية سبب رئيسي لحياة صحية آمنة تقدم المجتمع وتقلل من نسبة الإصابة بالأمراض. نادر العتيبي، الإخبارية، مكة المكرمة.